السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن معلومات مفيدة وممتعة عن اللعبة الأسطورية GTA San Andreas. ونعتذر عن الغياب الطويل عن نشر الفيديوهات الطويلة، ولكن هذا كان بسبب الامتحانات. وشكرا لكم على 3000 مشترك يا أساطير. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الصلاة على النبي وذكر الله والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وأهلا بكم يا أصدقاء معكم. وهيا بنا فلنبدأ. المعلومة الأولى: في النسخ الأولية والغير معدلة من GTA San Andreas، الأدوات الموجودة في الجيم كلها نلاحظ أن لونها ذهبي، ولكن الحقيقة أن هي ليست ذهبية، لأن روكستار أخطأت واستبدلت رسومات ألوان الأدوات في الجيم بألوان الصندوق الخشبي هذا الموجود في عالم GTA San Andreas. المعلومة الثانية: في المهمة الأولى من GTA San Andreas، المهمة التي تسمى باسم بيج سومو، كان من المفترض في نسخة البيتا أن تقود أنت سيارة بيج سوموك هذه من المنزل إلى المقابر بنفسك. المعلومة الثالثة: يوجد مهمات عبارة عن كاتسينات فقط، وهما مهمتان. المهمة الأولى اسمها فيش إن ذا كريل، المهمة الثانية اسمها فرانديد ميدوس. المعلومة الرابعة: يوجد نوع من سيارة السلام فان الدريكسون فيها مكون من مجموعة من السلاسل، وصراحة شكله عريب جدا، وأنا أتساءل كيف تدور به. المعلومة الخامسة: في نسخة البيتا من GTA San Andreas، اللعبة كانت تضم 106 مهمات، ولكن تم حذف 5 مهمات في النسخة النهائية من اللعبة، مما جعل عدد مهمات اللعبة يساوي 101 مهمة. المعلومة السادسة، وهذه المعلومة قلناها لكم في فيديو شورتس، وهي أن حرف الإني الذي على الخريطة يعني اتجاه الشمال ولا يعني أي مكان، ولكن إذا كنت تريد الذهاب إليه فالطريقة الوحيدة هي عن طريق المداة. المعلومة السابعة، في معظم منازل سي جي توجد صور لقطط، مثل هذه القطة في منزل سي جي الرئيسي، وممكن أن تكون هذه القطط هي قطط المطورين وقتها وضعوها كصور لكي تكون ذكرى لهم، ولكن القطة تعيش غالبا حوالي 13 أو 14 عام، والأعمار بيد الله طبعا، فغالبا كل هذه القطط الموجودة في الصور حاليا ماتوا، لأن اللعبة حتى الآن صدرت منذ 20 عام. المعلومة الثامنة، في النسخ الغير معدلة يوجد شخص مميز من الـNPCs، وهو هذا الشخص، وهو يعتبر مميز لأنه الشخص الوحيد الذي يقود القطار من الـNPCs. المعلومة التاسعة، وهذه المعلومة أريد منكم أنتم أن تخبروني عنها، وهي أنه في إحصائيات سي جي توجد إحصائية للحظ كما ترون، وأول ما تبدأ اللعبة تكون صفر، ولكن بعد تقدمك في القصة والوقت تزداد حتى تصل للألف، وهذه الإحصائية لا تفيد في لعب القمار في اللعبة، والسؤال هو ما فائدة هذا الحظ وكيفية تطويره بسرعة؟ من يعرف الإجابة يقولها في الكومنتات. المعلومة العاشرة، إذا قمت بتركيب مود الفيرست بيرسون أو المنظور الأول في GTA San Andreas ونظرت في المرآة باستخدام هذا المود، ستلاحظ تغير شكل سي جي في المرآة، وتحول شكله لشكل غريب ومخيف. إذا أعجبكم هذا الفيديو وكنتم تريدون جزءا ثاني من هذا الفيديو، أخبرونا في الكومنتات. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإذا وصلت لهذا الوقت من المقطع فأنت من أفضل متابعيني، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وإذا كنت تحب ألعاب سلسلة GTA أو أي ألعاب منوعة، فأنصحك بأن تشترك في القناة، لأنك ستجد كل هذا وأكثر. ولا تنسى متابعة حسابي في تيك توك وصفحتي على فيسبوك، وروابطهم في الوصف.
وكان معكم النسر، ومع السلامة يا أساطير القناة.